السلام عليكم. اليوم نروح نشوفوا الأشغال وين وصلت في المارينا تاع الجزائر العاصمة، وعلى حسب الشوفة الباركينغ راهو مغفول، مازال ما بداش يشتغل. إذا نحاولوا ندخلوا بطريقة أخرى، فيه السيارات الداخل، نروح نشوف ندخلوا هنا وسوف نتعرف. هاي الدخلة هنا. نزيد نكمل الرحلة ديالنا. نلاحظ أنه هنا فيه كراسي، وهذه الكراسي جيدة لو تستعمل بطريقة جيدة، لأنه فيه إمكانية أن هذه الكراسي يلصقوها واحدة قدام واحدة وتعطينا هذا الشكل الدائري. مكتر نزيد نضيف كرسي هنا وندير 3 4 كراسي 5 كراسي وتعطينا شكل انسيابي جميل جدا. إذا ممكن هذه الكراسي تستعمل ب 3 4 5 6 كراسي في على مرة واحدة. ممكن بهذا النوع، هذا الكرسي هذا، لو نوصل عدة كراسي نقدر بهذا الكرسي هذا ندير حلقة ان سيركل كبير، ان غرون سيركل بالكراسي هذا، يجي جميل جدا. يعني فيه إمكانية اللي يعني استعمال هذه الكراسي بطريقة أفضل مما هو الآن. إذن هذه هي المارينا، وهذه هي التهيئة الجديدة اللي رانا نشوفوا هنايا. الطول ديالها كبير، و سوف كاين الحقل الطرف كامل في الرجوع، كاين عاود نرجع نعاود نصور بالطريقة يعني تكون مخالفة، يعني على باش نتفادى لي ريون تاع الشمس، أشعة تاع الشمس، باش الصور تكون أفضل. إذن هنا نشاهد الطريق. لاحظ أن هنا فيه طريق، وهذا الطريق هذا مهم جدا في حالات تدخل الحماية المدنية أو تدخل الشرطة أو تدخل مصالح نتاع الأمن، اللي التدخل يكون تدخل سريع. إذن فيه طريق مهم جدا ليستعمل من طرف، أو حتى يكون تكونوا لي زومبيلونس تاع سيارة الإسعاف، ولا إذا تحتاج تدخل لهنا، لأن المكان كبير جدا ولابد يكون فيه يكون اكسيسيبل ميكانيكمون، يكون اكسيسيبل بطريقة بالسيارة. إذا نلاحظ أنه فيه طريق من هذه الجهة وطريق من الجهة الأخرى، وهذا شيء كثير يساعد. إذن هنا نلاحظ أنه فيه حطوا بافي، ان بافي اون سيمون. لو بافي هذا بعض الحبات نتاع البافي مكسرة، مشقوقة مكسرة. إذن هذا البافي لابد إعادة النظر في الإسمنت المادة المستعملة، اللي باش تكون أكثر صلابة وتشد لعشرات السنين، مش نهار ولا يومين. على كل حال هذه الحبات المكسرين يعني يمثلوا حوالي 5% من مجمول المساحات نتاع هذا البافي، واللي يعطي شكل جميل، يعني التلوين أفضل من البيتون امبريمي. هنا نشوف طيور البرية، طيور البحرية
اليوم ما نروحش للمنطقة اللي هيها في نتاع المحطة البحرية ولا في المحطات هادو، لأن القديم الشيء اللي زرته من قبل ودرت عليه فيديوهات وتكلمت عليه تجدونه في القناة. إذن أنا اليوم نصور غير المناطق الجديدة التي تمت تهيئتها، والملاحظ أن المنطقة الجديدة التي تمت تهيئتها تعتبر كبيرة، يعني المنطقة ما شاء الله وتعتبر إضافة أكيدة. وهنا لاحظت في سيكليست هادو لسوق الدراجات الهوائية أنه فيه محطة للدراجات الهوائية تستعمل للدراجات الهوائية، إذن فيه محطة للدراجات الهوائية لكراء الدراجات والتجوال بواسطتها، وهذه شيء مهم جدا بالنسبة للناس اللي يحبوا يتجولوا هنا في المحطة هذه في الميناء، لأنه المارينا كبيرة فيها اللي كان يعني نحسب بالكل حوالي 5 كيلومترات من الجزائر، يعني من الميناء تاع الجزائر باتجاه صابلات إلى أرديس فيها حوالي 5 كيلومترات، وهذا من المحال إنسان يقدر يروح يديروه. يعني يديروه هو يمشي. إذن هذه هي، هنا رانا في المنطقة قديمة، هذه المنطقة هي المنطقة القديمة، ونلاحظ أن الأشجار كبرت. هذه المنطقة القديمة اللي تمت هذه أكثر من 5 أو 6 سنوات، وهنا نشوف الحجارة أنه في الأول التصميم تاع المارينا كان ينتهي هنا على مستوى هذه الحجارة، وكانت المنطقة هذه كلها كانت، السلام عليكم، كلها المنطقة هذه البحر كان يوصل إلى هذه الحجارة، والمنطقة هذه كلها تمت ربحوها على حساب البحر بردم المنطقة هذه بواسطة الردم. إذن هنا رانا في المنطقة نتاع المارينا القديمة، وهذا الأمر الجيد هو استعمال هاد لي بوردور، استعملوا لي بوردور، استعملوهم يعني بسمك كبير، سمك كبير، ولابد أن يديروا هذا التحريف هنا في الحواف، لازم يخدموهم باش يجوا الشكل تاعهم يجي الشكل لائق. إذن هذا هو يعني المنطقة هذه تقريب التهيئة تاعها راهي حوالي 90 إلى 95%، يعني انتهت كلها الأشغال في هذا الجزء هذا تاع المارينا. وهنا تقريب وصلنا، للجزء القديم. إذن دوك نلحق لهيه ونعاود نرجع، إذن وهذا هو النوع تاع البيرغولا اللي حبينا نديروه في المارينا الجديدة، يعني هذا النوع تاع البيرغولا اللي تعطيك شوية ظل. وهذه المنطقة هذه، هذا النوع من البيرغولا فيه، عندي فكرة حبيت نطرحها للمسؤولين، أن يديروا دي بيرغولا لينير، يديروا أن بيرغولا تكون على امتداد 100 200 متر طول،
يعني الانسان يقدر يدير ان بروموناد، يمشي تحت البيرغولا وهو قاعد في الظل، يعني عوض ان تكون البيرغولا هذه تغطي غير مترتين على مترتين، يعني حوالي 4 امتار مربعه، ممكن نديروا بيرغولا على طول الخط مثال هذا، على طول الخط ممكن نديروا بيرغولا على امتداد طول تاع 100 200 متر 300 متر 400 متر. الانسان يقدر يمشي بداخل البيرغولا، يمشي فيها هو في الظل، يعني يقدر الانسان يمشي 100 200 300 متر 400 متر بدون ما يمشي في الشمس، خاصة مع التغيرات المناخية الأخيرة اللي عرفناها، واللي الحرارة أصبحت كثيرة والأشعة تاع الشمس أصبحت حارقة، لابد من إنشاء مسارات نتاع الظل، مسارات نتاع الظل على طول المارينا، يكون المسار هذاك نختاروا المسار هذاك على امتداد 100 200 300 متر، وتكون فيه البيرغولا هذه طويله تغطي كل المسار وتعطينا يعني الفرصه باش الانسان اذا كان كبير وما يحملش السخانه ومسن وكذا وكذا، والاطفال والبيبي يقدروا يمشوا يحوسوا ياخذوا البحري ويحوسوا بدون ما تقيسهم الأشعة تاع الشمس. إذن هنا وصلنا تقريبا إلى آخر نقطة، إذن وصلنا إلى آخر نقطة في المارينا هذه، وين لاحظ أن المنطقة هذه راهي تقريبا ما بقالهاش بزاف، يعني الأشغال تقريبا تنتهي، وكذلك أنه فيه إذن هذه هي آخر نقطة. هنا لاحظ أنه الأشغال تاع الوضع الأتربة راهي سايرة، ولاحظ أنه الأشكال شميلة، وأنا شفت يعني الصور تاع الأشغال هذه تعود إلى 3 أو 4 أشهر، تعطينا شكل جميل جدا من الفضاء. إن شاء الله تكون فيه الصور في المستقبل بعد شهر أو شهرين، نلاحظ انه تغيير كبير في المنطقة هذه، لانه هذه الحلقات فيه حلقات دي سيرك تخي بو سيرك، يعني شيء جميل. اذا كل هذه الاشغال سوف تظهر بوضوح اذا خذينا الصور من الفضاء من السماء، الدرون مثلا تعطينا أشكال جميلة جدا، وإن شاء الله نشوف هذه الأشكال في المستقبل. هنا المفروض مع الرشيات هادو المفروض تكون لابوردير، هذيك لابوردير ولا معليش دوك التراب هذا يدخل ما بين الرشيات ويكون فيه نوع من طبيعة في وسط الصخور، وتعطي نمط معين من التزيين والديكور، يقدر يكون شباب يمد حاجة مليحة. إذن هذا الحجر هذا ممكن يمد حاجة مليحة إذا نبت فيه الحشيش وكذا، ممكن يتمد لنا منظر جميل. إذن هذا هو الشكل تاع المارينا، وإحنا عارفين بأنه هذا المارينا يعني المهم هو أنه المارينا هذه ممكن في المستقبل، يعني على 10 20 25 سنة
ممكن نحافظ على الشكل تاعها، لكن ممكن نغير لي ريفاتمون هادو، نضيف لها دي ريفاتمون بلو نوبل بالسيراميك وامور. ممكن نجيب يعني تغليف اخر يزيد يعطي اكثر اناقه وجمال للمارينا هذا، مع الحفاظ يعني اكيد يكون الحفاظ على الشكل العام تاع المارينا. لكن التغليف نقدر في المستقبل مثلا هذا البورجير هذه اللي راهي الان بالاسمنت، ممكن في المستقبل ممكن تغليفها بفايونس جميل او سيراميك يعني يكون مقاوم يعني لزاتاك اكسترن، مقاوم للطعام، يكون مقاوم للوقت ومقاوم لزانتونتيري احوال جويه، يكون صحيح. ممكن يكون فيه اعاده التغليف نتاع الارضيه هو لي بوردور هادو باكثر يعني جمال واكثر باستعمال مواد اللي نشوفها في الحقيقه في المارينات في خاصه في اسبانيا ودول الخليج. شفنا يعني الديكور اكثر جمال وباستعمال مواد تغليف اكثر احترافيه، اكثر جمال، اكثر يعني مراعاه للمقاييس. اذن هذا هو لحقنا اخر نقطه هنا من يعني الديكور تاع المارينا هذه، واللي لاحظ انه فيه عمل جاد و يعني هام تم القيام به في هذه المنطقة. وهنا لاحظ أن فيه ديزيسكالي، دوك نطلعوا ديزيسكالي ونحاول نصور من الفوق، ناخذ فكرة على الأشغال من الفوق. ملاحظ هو انه فيه طريق هنا وهنا